بعد ألقها لأزيد من 5 أشهر، فضاءات التسلية تهيأ لاستقبال المواطنين، فمنتزه الصابلات بالعاصمة يستعد لاستقبال زواره. القائمون عليه يعملون على تعقيمه يومياً، إضافة إلى اتخاذ عدة إجراءات لضمان الوقاية والتباعد الاجتماعي. احنا بالنسبة لنا حدث هو الفتح وإعادة بحث النشاط من الجديد بعد مدة غلق طالت ما يقارب 5 أشهر بداية من شهر مارس الماضي. أولا قمنا بعملية تعقيم وتطهير واسعة داخل منتزه صابلات وغابة بن عكنون ومنبع المياه ببلدية بروبة. أولا راح يكون نشترط إجبارية ارتداء الكمامة بالنسبة للمواطن، كذلك شرط التباعد الاجتماعي. على غرار منتزه الصابلات، حديقة التسلية بالحمة هي الأخرى تعرف تحضيراً خاصاً لاستقبال زوارها من خلال بروتوكول صحي أقره القائمون عليها، أين ستستقبل يومياً حوالي 3000 زائر. حالياً بعد القرار اللي اتخذ من عند السلطات العليا للبلاد بإعادة فتح المنتزهات، الحديقة تتجرب من الأسبوع الفائت بدينا في عملية تكثيف، عملية التنظيف والتعقيم. العملية الأولى دارت يوم الخميس الفارط، درناها على الزوج تاع العشية، ودنا عملية ثانية دارت باليوم السبت على 9 الصباح، واليوم رانا في عملية ثالثة. اسمحي لي أختي الكريمة أن أوجه ولا أن أجدد ندائي للمواطنين والمواطنات بالالتفاف حول المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية للحد من هذا الوباء، البقاء في اليقظة التامة، وكذلك مواصلة الامتثال للتدابير الوقائية. فضاءات تسلية ومنتزهات ترفيهية من شأنها توفير الراحة للمواطنين، خاصة بعد الرفع التدريجي للقيود التي فرضتها كورونا، ليبقى وعي المواطن هو العمل الأساسي في الوقاية.